لأن هذا دليل على أن الإيمان إلى طاعة، كما قلنا في الدرس السابق، هؤلاء لو كان الإقرار إيمانا كاملا ما دخل أحد منهم النار، لكن هؤلاء معهم إقرار ومع ذلك دخلوا النار، فدل هذا على مخالفتهم لما هو من الأمور خارج الإقرار وعلى رأسها الأعمال. فالأدلة على زيادة الإيمان والنقصان، ومن هو أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته من ناقصات عقل ودين، وإن فسره من الصلاة، لكن هذا يدل على شيء من النقص، لأن المرأة إذا تركت الصلاة هي تشعر معنى غير آثمة، لكن هي تشعر بشيء من النقص، فهذا نقص لا تأثم فيه، لكن هو نقص من طبيعة من الطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها النساء. ولهذا الأدلة كلها دلت على ذلك، وهنا الشيخ يذكر الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لاحظ معي، لم يجعل الإيمان كما قال أبو عبيد حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، وهذا في سياق هذه الآية في أوائل سورة الأنفال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذه من الأعمال. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فهنا كيف نخرج هذه المسائل عن مسمى الإيمان ونص الآية صريح في ذلك؟ ومثل الامتحان، تفاوت الإيمان بالقلب الامتحان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. من أين جاء الاستنباط هنا عند أبي عبيد رحمه الله تعالى؟ إذا جاءكم ادعت الإيمان، لأن القصة في أي شيء؟ في مسألة النساء المؤمنات كما تعلمون بعد صلح الحديبية، كان الاتفاق على أن من رجع من المسلمين إلى الكفار لا يرد، ومن خرج من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد، فجاء تطبيقها على النساء، فنزلت لا تقول لا النساء لا تدخل، الاتفاق إنما هو للرجال، وهذا الذي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي جندل أثناء كتابة العهد والصلح، وفي أيضا أبي بصير لما انفلت من المشركين وجاء المشركون يطلبونه فسلمه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان من أبي من شأن أبي بصير ما هو معلوم. لكن بالنسبة للمؤمنات لا، نزل استثناء، المؤمنة لا ترد، وإنما أمر الله عز وجل بهذه الامتحان. قال: كيف الامتحان؟ هي تأتي ستقول: أنا أرجع إليكم، أنا مؤمنة، تقول بلسانها أنا مؤمنة، قال: امتحنوهم. إذا كيف يكون الامتحان؟ كيف سيكون الامتحان؟ يقول: أنت مؤمنة، ستقول مؤمنة، تكذب ستقول أكذب. طيب كيف سيكون الامتحان؟ قال: الامتحان في خارج الإقرار. كيف فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون؟ كيف تعلم؟ اسألها. مثلا بعد فرض الصلاة هي صلت؟ هي تصلي؟ تعلم الزكاة؟ تعلم الصلاة؟ إذن أنت ستسألها ماذا فعلت في صلاتها في عبادتها ونحو ذلك؟ قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون. فدل ذلك على تفاوت أهل الإيمان كما هو واضح في دلالة هذه الآيات. ومثله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والرسول. وهذا سؤال، لماذا هم يؤمنون؟ آمنوا بالله ورسوله، نعم يدخل فيه هذا تصديق الإيمان وعمل الجوارح، ويدخل فيه الثبات على الإيمان، مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قالوا: المصلي مهتم، فما الذي يطلبه في قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ بعض المفسرين قال: المقصود به المستقبل، يعني ثبتنا عليه، نقول هذا جزء من المطلوب، لكن الهداية إلى الصراط المستقيم
يحتاج إليها الإنسان ليلا ونهارا أشد من حاجته إلى النفس والطعام. فقوله اهدنا الصراط المستقيم هو دعاء أنت بين الصلاتين بحاجة إلى هذه الهداية. حين يدخل وقت الصلاة من الذي أيقظ قلبك حتى تعرف أنها صلاة وتسمع الأذان وتتوضأ وتخرج من فراشك ومن بيتك وتذهب إلى هذا كله هداية لنا الهداية الربانية. ما قمت إلى هذه الصلاة بين يدي الله بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. فدل هذا على أن المؤمن في جميع أحواله يسأل الله الهداية. ومثله يا أيها الذين آمنوا آمنوا طلب مني ومن كل مسلم يا أيها المؤمن آمنوا. كيف أؤمن؟ جدد الإيمان بالنطق وباللسان وبعون الجوارح اثبت على الإيمان. كل هذه أمور مطلوبة لكن أبو عبيد رحمه الله تعالى يحتج بها على أنه ليس مجرد الإقرار. لو كان الإقرار محتاج إلى أن يقال آمن يا أيها المقتدى ما يقول له أقر ليس هناك حاجة إليه لو لم يكن هناك شيء خارج الإقرار. وهذا دليل صريح في هذه المسألة. وأيضا قوله تبارك وتعالى في بداية سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم بعد ذلك ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل افتتان الناس كعذاب الله. الافتتان لم يكن بالعمل هذه فتنة ليس مجرد الإقرار. ولهذا المنافق مقر لكن المنافق يفتتن. فالمؤمن ما معنى أنه يفتتن؟ يفتتن خارج الإقرار. صحيح الإقرار أحيانا يكون فيه معنى حينما يكون بين المشركين لكن الأصل هو أن الإنسان إذا ادعى الإيمان وأقر به جاءت الواجبات وغيرها فاختبر وامتحن هل ينجح في الامتحان؟ هل إذا أوذي في الله وهو من العمل والإيمان نكص على عقبيه أم ثبت على إيمان؟ بلا شك أن هذا يدل على قول أهل السنة والجماعة في أن هذه المسائل من العمل وتحمل أذى المشركين والصبر وتأدية الواجبات ونحن ذلك كلها امتحان. ولهذا يقول أبو عبيد الله امتحن المؤمنين بالقول وامتحنهم بعمل القلوب وامتحنهم بالأعمال ولم يرتبط منهم مجرد الإقرار بالعمل. لا يمكن أن يتم هذا بدون هذا بل لا بد من هذا مع هذا. ولهذا يختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل بأن ما جاء عن السلف رحمه الله تعالى واستقر عندهم من خلال الأدلة أنه لا بد من الإقرار ولا بد من عمل القلب ولا بد من عمل الجوارح. وبهذا ننتهي من الفقرة الأولى والقضية الأولى التي بيّنها الإمام رحمه الله تعالى وهي تقرير مسألة دخول العمل في مصنف الإيمان وأيضا بيان تفاضل أهل الإيمان. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. تفضل. قال الإمام أبو عبيد باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهر عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة فقال أرجو فقال ابن مسعود أفلا وكنت الأولى أفلا وكنت الأولى كما وكنت الأخرى. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي والدة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم فقالوا نحن المؤمنون فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله أنا مؤمن فقال عبد الله فقل إني في الجنة ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا بيان لمسألة الاستثناء في الإيمان. والمقصود بالاستثناء في الإيمان أن الإنسان إذا سئل هل أنت مؤمن فهل يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله
فيها خلاف، وقع فيها خلاف. الكلابية أوجب الاستثناء منه، قال يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ قال أولا لأنك لا تدري على ماذا تموت، فيجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن العبرة هي بالوفاة. وثانيا أنك لا تستطيع أن تقر على نفسك بأنك فعلت جميع الواجبات، فيجب عليك تسويه هل أنت مؤمن؟ يعني كان يقال هل أتيت بجميع الواجبات؟ لا يجوز لك أن تقول نعم أنا أتيت بها، بل يجب عليك أن تستثني وتقول أنا مؤمن إن شاء الله. المرجئة طائفة أخرى حرمت الاستثناء، لماذا؟ قالوا لأنه شك، والشك في الإيمان لا يجوز. إذا قيل لك هل أنت مؤمن؟ ثم قلت أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إيش معنى إن شاء الله؟ يعني في إيمان ولا ما في؟ عندك شك؟ هذا حرام، فحرموا الاستثناء في الإيمان. القول الثالث وهو قول جمهور أئمة أهل السنة والجماعة هو التفصيل، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله إن كان عن شك فهو حرام، وإن كان عن عدم تزكية للنفس فهو مشروع، وهو الذي عليه أئمة السنة أنهم يستثنون في الإيمان بناء على هذا الأصل، وهو أن الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي أنني لا أزكي نفسي بأنني فعلت جميع الواجبات وتركت جميع المنية. طيب هذا خلاصة المسألة. أبو عبيد هنا لأنه إمام متقدم يتكلم عن بدايات الكلام في الاستثناء، وكان ذلك في الكوفة، ونحن نعلم أن العراق الكوفة والبصرة نشأت فيها بعض الفرق، يعني مثلا التشيع نشأ بالكوفة، مذهب المرجئة نشأ بالكوفة، مذهب المعتزلة نشأ بالبصرة وهي قريبة من الكوفة، كلها في العراق. فالكوفة هي مدينة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وتلامذة علقمة وإبراهيم النخعي وغيرهم. فمدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مرت عليها هذه المسألة لما جاء الكلام كما لا يخفى عليكم في مسألة مذاهب الخوارج والمرجئة، وجاء الحديث عن الاستثناء في الإيمان. فقرر عبد الله بن مسعود كما في هذه الروايات مذهب أهل السنة والجماعة وأصله بالدليل. كيف؟ قال لما ذكر وسئل انه في ناس سئلوا امؤمنون؟ قال نعم نحن مؤمنون. راسا قال عبد الله بن مسعود افلا قالوا انهم من اهل الجنه؟ طبعا لو سئل هل انت من اهل الجنه؟ قال ارجو، ما قال انا من اهل الجنه، لان اي واحد من هؤلاء لا يشهد على نفسه انه من اهل الجنه. فعبد الله بن مسعود يقول إذا كان لا يستطيع أن يقول ويجزم بأنه من أهل الجنة، لماذا يجزم بأنه من أهل الإيمان؟ ولذلك الواجب عليه أن يقول إذا سئل هل أنت مؤمن؟ أن يقول أرجو أو أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجزم بذلك بناء على ما ذلك سبق تفصيله وبيانه من أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان لا يقر لنفسه بأنه يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المنهيات. ولهذا جاءت هذه الرواية، رجل قال لابن مسعود أنا مؤمن، قال أفأنت من أهل الجنة؟ قال أرجو، قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ أفلا قلت لما سمعت أمؤمن قلت أرجو، كما قلت الثاني هل أنت من أهل الجنة؟ قلت أرجو. ومثله قوله لهؤلاء القوم نحن المؤمنون، قال أفلا قالوا إنا من أهل الجنة؟ فهذا كله دليل على التقرير. ولهذا ابن مسعود لما جاء أحد قال أنا مؤمن قال ليقل إني في الجنة، لماذا أقول؟ قال
أنا أقول آمنت بالله وملائكته ورسله خلاص. أنت لا بأس أن تقول. لو سئلت هل أنت مؤمن وقلت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلام جد ما فيه مشكلة. طيب نستكمل أيضا ما ورد في الروايات في هذه المسألة. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن محرز قال قال لإبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. إبراهيم نخع من كلام المدرسة، هو نفسه يسير على طريقة المسلم. إذا قيل أمؤمن أنت لا تقول أنا مؤمن، قل آمنت بالله وملائكته ورسله. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الإمام طاووس، طاووس اليماني الإمام العالم المشهور أيضا يجيب بنفس الجواب. تفضل. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عمرو وعبد بن عمير عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة مؤمن أنت فقال أرجو إن شاء الله. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه استثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبت الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميع المؤمنين لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان، ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. نعم، هذا كله لبيان المسألة وأصلها. علقمة أيضا من تلامذة هذه المدرسة في الكوفة قال رجل له أمن عنك قال أرجو إن شاء الله، ومثله قبل ذلك محمد بن سيرين أيضا قال آمنا بالله وإلى آخره إلى آخر الآية. فأبو عبيد يقول لماذا لم يجزموا؟ ما هي العلة؟ قال لك خوف التزكية ودعوة استكمال الإيمان، ولهذا يقول الرجل إن شاء الله أو يقول أرجو. طيب هل معنى ذلك أن إيمانه مشكوك به؟ غالبا بالنسبة لأحكام الإسلام والإيمان في الدنيا لا، هم مؤمنون هم مسلمون تجري عليهم أحكام الإسلام. لا يعني إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله أن والله هذا الذي قادني حتون شك فيها، لا ليس على الشك. ولهذا يلزم للناس بالإسلام والإيمان في الجملة وتجري عليها أحكام الإسلام في أكل ذبائحهم ومناكحتهم وغير ذلك من الأحكام التي تجري في الأمة الإسلامية. بناء على أي شيء؟ بناء على أن من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يجري عليه حكم المسلمين، وهذه من القضايا الأساسية في الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا. أيما مسلم على وجه الأرض شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا مسألة نجري عليها أحكام الإسلام. طيب وإذا ارتكب ناقض هذه قضية نعمل. هذا الرجل إذا ارتكب ما ينبغ، لكن ما دام مستور الحال مسلمون لا، كل المسلمين نجري عليهم الأحكام. إذا جاءت الجنازة مسلم مسلم نصلي عليه، ما يأتي واحد ويقول لك لا هذا ما ندري إلا وكذا، هذا أمره إلى الله عز وجل. وهذا من أعظم ما ينبغي أن ينتبه له المسلمون عندما يتكلمون عن مسائل الدين، وهو إجراء الأحكام. فصفة الإسلام صفة الإيمان في الجملة تجري على المؤمنين جميعا ما داموا مظهرين لأصوله. وهكذا هنا يقرر هذه القاعدة ويبينها رحمه الله تعالى كما هو هنا. ولهذا ذكر هنا عن الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي الذي أقام في الشام وخاصة في لبنان، وهو إمام عالم كبير بل هو مجتهد بل له مذاهب فقهية
الإمام الأوزاعي له مذاهب فكرية، أنه كان يقول بالأمرين، يقول يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوز أن تقول أنا مؤمن. بناء على أي شيء؟ على المسألتين السابقة. تقول إن شاء الله لا تزكي نفسك، تقول أنا مؤمن يعني لست كافرا، لا أنا من أهل الإسلام. ولهذا العلماء كما سيأتي ما أدري يأتي أو لا، قالوا لا يستثنى بالإسلام، إذا قيل فهل مسلم؟ نعم مسلم، لأن دي من درجة أعلى، والإسلام يكفي فيها الدخول في الإسلام. فإذا قيل مسلم قل نعم، أدخل أنا أرجو أو إن شاء الله. منع العلماء من الاستثناء في إيش؟ في الإسلام. لكن الإيمان لا، كأنه شهادة لنفسه. فلذلك العلماء رحمه الله تعالى قالوا بالاستثناء، ومن أجاز عدم الاستثناء فبناء على حكم الإيمان الظاهر للمؤمنين. نعم يا شيخ. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله أو إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال من المؤمنين. إنما أراه أراد إني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن فإن كان النص محفوظ عنهم فهو عندي على ما أعلمته، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بالاستثناء فيقولون نحن مؤمنون منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعمر بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلت بن أبو الكهران ومسعر بن كردان ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به. نعم هذا تفصيل المسألة، لأن هنا ذكر رواية الأوزاعي من قال أنا مؤمن فحسن ومن قال إن شاء الله فحسن. ليه؟ قال لقوله تعالى لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محذرين رؤوسكم ومقصرين. الأوزاعي يقول لا يعني الشك، هذا رد على مين؟ على المرجئة الذين يحرمون الاستثناء. يقول لو قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن قال لك ليش؟ قال هذا ما هو شك. لماذا؟ قال لأنه يجوز تعليق الأمر المتيقن بالاستثناء، مثل قول الله تبارك وتعالى وعدا لرسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في عمرة القضاء في صلح الحديبية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذا دليل على أن الأمر المتيقن يجوز إيش؟ أن تعلقه بالمشيئة، لا بأس بذلك، وليس ذلك شكا. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله وقال لك القائل شك، قال لك لا، ليس هذا شكا، وإنما أنا أقوله لأني لا أريد أن أزكي نفسي، وإلا فأنا إيماني موجود ومتيقن به وليس عندي شك فيه، ثم يضرب له المثل بهذا وأيضا يقابله ويماثله في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل في شك؟ هل في شك من اللحاق بهم؟ إذا هذا تعليق بمشيئة على أمر متيقن، فدل ذلك على الجواز.
وأن من قال به ليس شاكا. فلا يأتي أحد ويقول قوله إن شاء الله بكم لاحقون حين قال إن شاء الله هل يدل على نوع من الشك في اللحن؟ يقول لك لا. فأبو عبيد رحمه الله تعالى يفسر كلام الأوزاعي. ثم أيضا ما روي عن عبد الله بن مسعود، وإن كان بعدين تكلم في مسألة هل هو محفوظ عنه ثابت عنه أم لا، وهذه القصة بحذافيرها نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإمام ارجعوا إليه. لكن الشأن هنا أنه عبد الله بن مسعود جاءه رجل لما صار الكلام على الاستثناء وعدم الاستثناء والخبر، قال كم الناس كانوا على عهد رسول الله؟ كم قسم؟ قال ثلاثة أقسام: كفار ومؤمنون ومنافقون. قال من أي أنت؟ قال من المؤمنين. هل معنى هذا أن ابن مسعود شهد على نفسه بالإيمان؟ قال لك لا، ليس الإيمان الذي كان يقول فيه بالتزكية إن شاء الله خوفا من التزكية، وإنما لأنه سُرد من أي الصفات الثلاث، فقال أنا والحمد لله أن فيها الثالثة التي هي إيش؟ أهل الإيمان. لست والحمد لله من أهل النفاق ولا من أهل الكفر، وهذا كلام صحيح ولا إشكال فيه تماما. مثل لو قلت الناس في عهد رسول الله مسلمون وكفار ومنافقون، من أيهم أنت؟ ستقول أنا من المسلمين. هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. فعلى هذا ما روي عن ابن مسعود وأثار إشكالا عند بعض تلامذته من أنه في هذه المسألة جزم وشهد على نفسه بالإيمان بدون استثناء، يقول هذه لها سببها، وإنما قصد ابن مسعود التمييز بين المؤمن والكافر، وهذا لا إشكال فيه. مثل لو واحد سألك، يعني واحد مثلا أنت في بلاد بعيدة لا يعرف كلها كفار، أسألك أنت مسلم؟ تقول نعم. أنت مؤمن؟ تقول نعم. لن تقول له إن شاء الله أو تعلق عليه، لأن السؤال هنا من أي فئة أنت وليس على باب التزكية ودعوة استكمال الإيمان. وبهذا يكون ما روي عن طاووس وابن سيرين وعلقمة وغيره من تلامذة ابن مسعود في هذا الباب متوافق مع رأي ابن مسعود في هذه المسائل، وأن الخلاصة هي أن أكثر الأئمة رحمه الله تعالى يستثنون في الإيمان بناء على عدم التزكية، وأن ما ورد عند بعضهم من قوله أنا مؤمن هو فقط لبيان الحال في الدنيا، وأنه متميز عن حال الكفار، وهذا لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيتهم مفسرة عن عدة منهم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم وحدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي المصري عن نافع عن عمر الجماحي قال سمعت من ابن ابي مليكه وقال له انسان ان رجلا في مجالسك يقول ان ايمانه كايمان جبرائيل، فانكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. قال ابو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران انه راى جاريه تغني فقال من زعم ان هذه على ايمان مريم بنه عمران فقد كذب، وكيف يسع احدا ان يشبه البشر بالملائكه، وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه اشد العتاب واوعدهم اغلظ الوعيد، ولا يعلم فعل ولا يعلم فعلا فعل الملائكه ولا يعلم فعل لا ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيء. نعم بالملائكة. نعم ولا يعلم فعل الملائكة من ذلك شيئا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا
من الله ورسوله، وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ فأوعدهم النار في آية، وآذنهم بالحرب في أخرى، وخوفهم بالمقت في ثالثة، واستبطأهم في رابعة، وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟ إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على الله والجهل بكتابه. وصدق الشيخ رحمه الله انتقل إلى مسألة تتعلق بالمرجع، وهي مسألة هل يستثنى أم لا، وبعض المرجع يحرم وأهل السنة يجيزون إذا كان لعدم التزكية. هذه مسألة جرى فيها الخلاف السابق، واضح؟ أما ما حدث لبعض المرجع، وهذا للأسف يقوله أبو عبيد وهو إمام متقدم، من بعض المرجئة أنه بسبب تقرير مذهبه في الإرجاء وهو الإقرار أدى به إلى كلام الله يقبل لا شرعا ولا، ما هو ظنه التساوي في الإقرار، حتى وصل ببعض غلاتهم أن يقول: أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان النبيين أو كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القول يقبل؟ قال: لا، ما يقبل. ولهذا اعتبر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا القول من كلام ولاة المرجئة الذي يجب إنكاره. من أين جاء عندهم؟ مما سبق ذكره قبل ذلك، هو ظن أن مسألة هي الإقرار، يعني ما الفرق بيني وبين هذا وهذا؟ هو يقر بالله وأنا أقر بالله، ما يقول. وابن تيمية لما تكلم في باب الإيمان وأطال النفس في ذلك شرح المسألة شرحا طويلا، ليس هذا موضع بيانه، لكن أعطيكم مثال. قال لك: هؤلاء المرجع اختلط عليهم الخبر عن حاضر عن الخبر عن غائب. الخبر عن حاضر مثل نحن في هذا المسجد، أنا أقرنا بهذا المسجد وأنت تقر، هل بيننا فرق؟ إقرارنا واحد، صح ولا لا؟ ليه؟ قال: لأنه خبر عن حاضر، مثل ما يقول الشمس، انظر طلعت الشمس، هذا يراها وهذا يراها وهذا يراها، ما في فرق. لكن الخبر عن غائب قال لك لا. ولهذا لو جاء إلينا رجل ودخل علينا وأعطانا خبر وقال: لقد وقع كذا وكذا، هل تصديقنا له واحد؟ الجواب: نحن في وقت واحد من الحاضرين يعرف الرجل أنه صادق يصدق، واحد من الحاضرين يعرفه قليلا يشك، واحد من الآخرين لا يعرفه أبدا، واحد كذا واحد كذا. إذا الخبر عن غائب والإيمان كله إنما هو إيش؟ إنما هو إيش؟ إيمان وتصديق وخبر وإيمان وعبادة، كله عن إيش؟ عن غيب. تؤمن بالله وهو غيب، الملائكة غيب، اليوم الآخر غيب، الرسل غيب كلهم، حتى محمد بالنسبة لنا غيب، كيف تنزل الكتاب غيب وإن كان موجودا بين أيدينا، القدر غيب. فهل يتساوى الناس بذلك؟ لا والله لا يتساوى الناس بذلك. مشكلة هؤلاء المرجئة أنه بلغ بهم الأمر إلى ألوان من الغلو أدى به إلى مثل هذه المقالة التي استنكرها استنكارا شديدا. ولهذا قال: عما على مذهب من قال كإيمان الملائكة وأنت معاذ الله، ليس هذا طريق العلماء. ثم ذكر الضحاك يكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، ومثله عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال له: إنسان إن رجلا يقول إيماني كإيمان جبريل، فأنكر ذلك وقال: فضل جبريل على النبي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. إذا كان في هذا السياق في هذه الآية فضل جبريل على النبي، أنت لا يجوز لك أن تقول أنا كإيماني كإيمان محمد، فكيف تقول أيضا كإيمان جبريل؟
ولهذا أيضا رحمه الله تعالى قال أبدا لا يكون عنه، بل ذكر رواية عن ميمون بن مهران رأى جاري تغني، والغنى نوع من الفسق وهو ينقص الإيمان. فجاء وقال من قال إن إيمان هذا كإيمان مريم بن عمران فقط، ومن يقول مثل هذا الكلام تقوله موجود. هذه مسألة وأمرها واضحة. انتقل أبو عوية بعدين إلى مسألة ثانية، يقول كيف تغضبون أنفسكم على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمره؟ ألم تقرأوا الآيات التي فيها التهديد بالعذاب؟ لاحظتم معي ولا لا؟ العتاب والتهديد بالعذاب هذا ما جاءت آيات فيه تتعلق بالملائكة، لأنهم يطيعون الله ويعبدون الله ولا يستحسرون. لكن أنتم أيها الناس يا من افتخرتم بإيمانكم ومننتم بإيمانكم وعظمتم إيمانكم، لا، انظر إلى الآيات التي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يخاطب الله المؤمنين ويقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إلى الله، ومن يفعل ذلك عدوان وظلم فسوف نصليه نارا. هذا تهديد لمن إيمانه كإيمان الملائكة أو كإيمان جبريل؟ لا، لمن هو نقص إيمانه ووقع في الكبيرة واستحق الوعيد. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا هذا مرتكب كبيرة، فهل إيمانه كإيمان جبريل والله يؤذنه بحرب؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ عتاب شديد من الله. لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا يقول لمن إيمانه كإيمان جبريل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم استقطع؟ هذا يقول لمن يدعي هذا؟ لا والله. فلهذا بين الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى أن هذه الأدلة دليل على أن المؤمنين ليسوا كالملائكة، وأن إيمانهم يزيد وينقص، فكيف يدعي مدعي أن إيمانه كإيمان جبريل؟ هذا غلط وغلو من هؤلاء المرجئة. ولهذا هؤلاء الأئمة المتقدمون أنكروا مثل هذه المقالات. نعم يا شيخ. باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا من ساعة يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم منهم، وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منهم قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة لما ذكر في الأول، تذكرون الآيات التي فيها وإذا ما أنزلت سورة أيكم زادت هذه إيمانا؟ نعم. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمن بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار، تمكن من ذلك الإقرار. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. قبل أن أرد عليهم، انتبه الشيخ عن طريق إلى فصل زيادة الإيمان والنقصان، والأقوال في ذلك ثلاثة مشهورة. واحد منها قيل وأظنه اختفى، القول الأول أنه يزيد وينقص وهو مذهب الاستماع.
والقول الثاني أنه لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المرجئة ووافقهم عليه الوعيدي. القول الثالث أن لمن يزيد ولا ينقص، وهذا روي عن الإمام مالك، وفي رواية أخرى عن الإمام مالك توافق مذهب أهل السنة أنه يزيد وينقص. وأيضا بعض تلامذته من أئمة المالكية رووا أنه رجع عن هذا القول، وبينوا سبب قوله بهذا أنه يزيد ولا ينقص خوفا من لزوم مذهب الخوارج، وهو أن نقصانه ينقض الإيمان بالكفر. لكن مذهب أهل السنة والجماعة المتقرر هو أن الإيمان يزيد وينقص، وأن هذا لا يترتب عليه لا مذهب الخوارج ولا غيره. وعلى هذا فالخلاصة في المسألة هي قولان، قول أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، الثاني قول المرجئة أنه لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ قالوا نقصه كفر، نقصه شك. ليه؟ قال لأن أصلا الإيمان عنده هو الإقرار، فإذا أنقص من الإقرار لم يقر بالملائكة، لم يقر بك، كفر. فلذلك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد لأن الأعمال لا تدخل في مسألة الإيمان، ولا ينقص لأن نقصه شك. الوعيدية المعتزلة والخوارج الذين يكفرون المرتكب الكبيرة قالوا الإيمان قولا واعتقاد وعمل مركب من هذه الأشياء، لا يزيد لأن هذه كلها واجبة، وإذا نقص كفر صاحبه، إذا نقص سيد الإيمان فقد ارتكب كبيرة وخرج إليه من الملة. أبو عبيد هنا يذكر جوابات المرجع عن الأدلة، لأن الأدلة عند أهل السنة والجماعة كما حكاها بعض كثير. وزدناهم ولا زادهم إيمانا يزداد الذين آمنوا إيمانا وما زاد عقل الودين أكمل الناس خلقا وأحسنهم إيمانا أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى. هذه كلها دليلة وأدلة صريحة على زيادة الإيمان والنصر. وبالنسبة للنصوص القرآنية فيها زيادة في الإيمان، لكن قال العلماء الإيمان الذي يزيد ينقص، وهذا مشاهد، فإذا الإنسان قد ازداد من أعمال الطاعة فإذا أنقص منها نقص، ولا يلزم من هذا الإيمان كما هو معلوم. فصارت الأدلة من الكتاب والسنة صريحة في زيادة الإيمان والنقص. طيب ما هو جواب المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص عن هذه الأدلة؟ ذكر أبو عبيد أربعة أجوبة سنأخذ بعد قليل رد عليها، لكن وضحها واحدة واحدة. الأولى قال خلاص الإيمان الإقرار بالجمل، أما التفاصيل غير داخلة بالإيمان. قال الأصل الإقرار بالجمل، الإقرار بالصلاة والزكاة، هذا هو الإقرار. طيب ما هو الزيادة؟ قال الزيادة أنك تعلم أن الصلوات خمس من الناس ثلاثة الظهر أربع ركعات وأن فيها سجود، هذه كتبها داخل بالإيمان ولا منفصلة؟ قال ما هي داخل بالإيمان. هل هذا جواب مقنع؟ الجواب كما يأتي ليس بصحيح. الوجه الثاني عند بعضهم جواب قال الإيمان عن الإقرار. طيب والزيادة؟ قال تمكن الإقرار من القلب ثبات، وهذا الثبات أمر خارج مصطلح الإيمان، وهذا أيضا ليس بصحيح. الجواب الثالث قال الأصل الإيمان. طيب ما هي الزيادة؟ قال الزيادة اليقين، الزيادة في اليقين، أنت أول ما تقدر فيزداد باليقين، وأيضا هذا الجواب غير دقيق. الرابع قال الإيمان لا يزداد لكن الناس يزدادون. قال الإيمان بالنسبة للإنسان ما يزداد. طيب ما معنى زادتهم إيمان؟ قد دخل الناس في الإسلام. فالزيادة في الإيمان هو إيش؟ زيادة الناس وليست زيادة الإيمان. هذه الأجوبة الأربعة
التي تفرد أبو عبيد بمكرها حكاية في ذلك الزمن القديم كأجوبة من المرجئة، وقد استقصاها من كلام من عاصره ومن قبله، مهمة جدا في استقرار تاريخ المقالات. فماذا قال أبو عبيد في الجواب عن هذه الأجوبة والرد عليها؟ نعم، وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. التفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: اجلس بنا ساعة، اجلس بنا من ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: يتقدم العلماء برتوة، هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. هذا جواب معاذ وغير الصلاة، كان يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، ماذا يقصد نؤمن؟ نسلم، يعني يقول معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة نتعرف كم عدد الصلوات يعقل هذا. هذا الإمام العالم بالحلال والحرام، طيب أين هو منذ انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الآن وإكمال الدين؟ هل يعقل أن معاذا يقول اجلس بنا نؤمن ساعة نعرف تفاصيل أحكام الصيام ولا تفاصيل أحكام الحج؟ هذا مستحيل، ولهذا هذا الجواب غير صحيح لما يقول لك أنه المقصود بالزيادة معرفة التفاصيل، هذا لا يقبل عقلا. فكيف إذا جاء هذا عن مثل معاذ بن جبل وهو جبل في العلم رضي الله عنه وارضاه بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. طيب أيضا في اللغة، وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله، وذلك كرجل أقر له رجل 100 درهم له عليه ثم بينها فقال: 100 منها في جهة كذا و200 في جهة كذا، حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. فأما الذين قالوا، طيب هذا استكمال الجواب، هذا من ناحية اللغة أيضا رد على وجه الأول، وهو الذي يقولون أن زيادة أعطاك مثال أبو عبيد، مثال جميل جدا، ما هو هذا الميلاد؟ قال: هل معنى هذا إذا واحد قال لفلان أقره بأن له عندي 100 دينار أقر، ثم بعد ذلك قال: 10 دنانير لأن اشتريت منه بعيرا، و10 دنانير لأنني أخذت منه طعاما، و10، هل معنى احنا زادت؟ صارت 120 و130 و140 ولا هي 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 هي؟ إذا كيف تقول إنه وجوب الصلاة والزيادة هي معرفة أنها 5 ركعات 5 صلوات و4 ركعات و3 ركعات؟ هذا كلام لا يعقل لغة، وهذا واضح. طيب هذا الجواب عن الأول. نعم، فلما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلاً لو وصف ماله فقيل هو 1000 ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على 1000، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئاً إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. هذا رد على الوجه الثاني، يقول قصر الإيمان هو الإقرار. طيب ما يزيد قد تمكن الإقرار؟ هذا يعقل؟ الإنسان لو وصف قيل فلان عنده 1000 ثم قيل زاد 100، هل يعقل هذا أنه 100 هي 100 ضمن 1000؟ هل يعقل هذا؟ إن 100 أكدت يعني من 900 إلى 1000 أكدت هذه 100؟ وإنما بداهة إذا قيل زاد 100 أنه زاد، فكذلك الإيمان، وبهذا يبين أبو عبيد فساد هذا القول. نعم، وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كلهم كرمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم،
النهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن، هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. جميل، هذا شو الجواب روى الجواب الأخير؟ لاحظ معي، جعل الزيادة إيش؟ هذا الجواب الثالث، جعل الزيادة زيادة اليقين، زيادة اليقين. فأجاب جوابه، الجواب قال لك أصلا اليقين من الإيمان هو خارج الإقرار. ولهذا القول الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الإقرار يتفاوت الناس فيه حتى الإقرار، وأن اليقين والمحبة وأعمال القلوب أيضا يتفاوت الناس فيها. فزيادة اليقين أيضا عندنا نحن أنه بزيادة اليقين. أما إذا جئت لتفسر اليقين بأن المقصود به هو عين الإقرار، هل يختلف؟ ضربك مثال، قال لك أرأيت لو بدأ الضحى طلعت الشمس وجاء واحد وقال طلع النهار، هل معنى هذا أنه إذا صار بعد ساعتين أو جاءت الظهرية أنه زاد إيمانه إيمان مختلف عن الإقرار الأول؟ هو الإقرار، لأنه خبر عن حاضر من لحظة معرفته بطلوع النهار وطلوع الشمس إلى الغروب. قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن تزيد في يقينه مثلا، فدل هذا على أن دعواه في قوله أنه الإقرار شيء واليقين شيء آخر. قال لك لا، إذا كان خبر عن حاضر لا يختلف، الإقرار هو الإقرار وطلوع الشمس وارتفاع الشمس ما يزيد الموضوع شيئا. أما إذا كان عن خبر عن غائب لا، عندي قضيتين، قضية إقرار وقضية يقين، وهذا الإقرار يتفاوت الناس فيه وأيضا اليقين يتفاوت الناس فيه. نعم يا شيخ. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا. وذلك من وجهين، أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يخبر فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد. من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمهم اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفرار منهم، قيل لهم جميعا بناة وهم متباينون في بنائهم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. فهذا الكلام المعمول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العربي الإحاطة بالشيء. طيب، هنا بدأ الفصل في مناقشة طائفة من طوائف المرجع، وهي تزعم أن الإيمان هو قول اللسان، هو القول والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وهنا أبو عبيد لم يذكر اسم هذه الطائفة، لكن فيما بعد اشتهرت هذه الطائفة بالكرامية الذين يقولون الإيمان هو قول اللسان. وطبعا يلزمه أن المنافق مؤمن، لأن المنافق قال باللسان، ما دام لم يدخل العمل في مسمى الإيمان ولم يدخل عمل القلب في مسمى الإيمان مجرد النطق، إذا يستوي المنافق وغير المنافق لأن كلهم ينطقون. ولهذا ألزمهم أهل السنة والجماعة عند المناقشة وقالوا لهم لا،
إذا قلت أن قول اللسان لزمكم أن المنافق مؤمن، ونحن نعلم أن المنافق كافر لكن يجري عليه أحكام الإسلام ظاهر، لكن لأنه والعياذ بالله ينطق بلسانه ويكذب بقلبه كافر بل أشد من الكافر الأصلي، لكن إجراء الأحكام له شأن آخر. أبو عبيد هنا يذكر هذه المقالة، ولعل ما ذكره هنا هي بداية مقالات الكرامية أو الأصل التي بنى عليها هؤلاء مذهب الكرامية. هنا أبو عبيد رحمه الله تعالى يناقش المسألة ويقول إن هؤلاء يقولون إذا أقر بلسانه وشهد شهادة الحق فهذا هو الإيمان وسماهم الله المؤمنين ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونطق بذلك فهذا هو مؤمن لا يدخل العمل في مسمى الإيمان. فرد عليهم أبو عبيد ما هو؟ قال من وجهين، الوجه الأول القسم الأول من الرسالة التي هي مناقشة المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، هؤلاء كلهم والمناقشات السابقة كلها بينت أن مجرد الإقرار لا يكفي في باب الإيمان، واضح يا مشايخ؟ هذا الجواب الأول. فكل الأدلة السابقة التي نوقشت فيها طائفة المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان أيضا هو جواب لهذه الحجة الأخرى. أبو عبيد هنا يقول أنتم احتجبتم بأصل أو بأمر أصله صحيح لكن لو أزمه فاسد، أنتم قلتم أن من أقر بالشهادتين دخل في الإسلام والإيمان، نحن عام هذا أصل صحيح، بل شرط الدخول في الإسلام أن إيش؟ أن يقر بالإسلام. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى لو أنه ادعى أنه دخل في الإسلام ولم يقر بلسانه مع قدرته على النطق لا يكون مؤمنا باتفاق المسلمين. لو اجتمع وأقر وصار في قلبه الإيمان وإلى آخره قيل له ادخل في الإسلام ما بحاجة، إذا لم ينطق لم يكن مؤمنا ولا مسلما باتفاق المسلمين، إلا أن يكون هناك مانع يمنعه من عاهة أو بكر أو غير ذلك. فنحن متفقون وإياكم على أن أساس الدخول في الإيمان هو إيش؟ الإقرار بالقول والنطق باللسان. لكن تعالوا إلى ما بعد ذلك، أليس هذا الذي يدخل ويقر بلسانه أليس مثل هذا الإقرار تلزم عليه لوازم الناس يتفاوتون فيها؟ الجواب نعم، الناس يتفاوتون فيه، ولهذا بعد هذا الإقرار تجد الناس على درجة. وأبو عبيد رحمه الله تعالى ضرب لنا أمثلة، ضرب ثلاثة. المثال الأول، أرأيت أن الناس افتتحوا الصلاة يصلوا في المسجد، هذا يصلي وهذا يصلي، لصدق عليهم كلهم أنهم يصلون، لكن هذا راكع وهذا ساجد وهذا أمضى ركع، هل هم مستوون في ذلك؟ فدل هذا على أنه وإن دخلهم اسم المصلين جميعا إلا أنهم تفاوتوا في صلاتهم. المثال الثاني خارج نطاق العبادة، لو أن الناس يبنون وبدأ أهل الحي يبنون، هذا بدأ يأسس وهذا بدأ وهذا انتصر وهذا كذا وهذا كذا، أليس كلهم يدخل وينطبق عليهم اسم أنهم يبنون وأنهم بناؤون لكن يتفاوتون، هذا لتوه يؤسس وذاك منتصر وذاك انتهى، فهل هم متساوون في بنائهم؟ الجواب كلا. مثال ثالث، لو أنه أراد أن يدخل بيت ثم وقف هذا عند العتبة ووقف هذا عند الخطوات وواحد دخل، هل كلهم دخلوا بيت؟ قال نعم، لكن هل هم متساوون في دخولهم البيت؟
أنكم غير متصالحين. فكذلك أيضا مسائل الإيمان يدخل فيها الناس جميعا عن طريق الإقرار، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس منه. فكيف تقول لا؟ الناس لا يتفاوتون، ويعيش الإنسان عمره 100 سنة إيمانه لا يتغير، غير صحيح. الإيمان يتفاوت والواجبات تتفاوت، وعلى هذا يكون دعواهم أن مجرد الإقرار كاف باطل. نعم، الإقرار شرط للدخول في الإسلام، لكن الناس بعد ذلك يتفاوتون فيه، وتفاوتهم كما سبق إنما هو بمنزلة الإقرار وبأعمال القلوب وبأعمال الجوارح. نعم يا شيخ. وقف يا شيخ الآن؟ الآن لا. إذا نكتفي بهذا وإن شاء الله بعد الصلاة نستعمل الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Allah.